قلوبنا تذكروا تلك الابتسامة وتلك العيون التي تفيض صمود. قسما بالله أيها الشهيد سنثأر لدمك المهدور. يا علي احنا على قبرك قاعدين لا تشوف دموع الأحبة على العين. هنيئا لك يا علي هذه الشهادة مالي وقفت على القبور مسلمة قبر الحبيب بسلام يرد جوابي. وينك يا علي ما ترد الكلام؟ علي يا علي يا علي مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا. أنسيت بعدي خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وأكل التراب محاسني فنسيتكم ومنعت عن أهلي وعن أحبابي. أيها الأحبة أنتم على قبر هذا الشهيد المظلوم. أنتم عندما دخلتم من بوابة المقبرة تعرفون أين قبر الشهيد، ولكن أنا راح أخفف عليك المصيبة. زينب يوم وصلت كربلاء ما كانت تعرف قبر الحسين وينه. كانت تقول هنا يا الناس لين هنا بقبر حسين دلوني. هنا يا الناس لين هنا بقبر حسين دلوني. مش عندك يا زينب؟ قالت تالي للمسناية القبر عباس ودوني. قعدت بروحه يا حبيبي على القبر، لكن تدري زينب يوم وصلت كربلاء شي يقول ولا عطيه؟ يقول خرت من على الناقه وتبعتها خوات حسين تتعثر وتنادي يا اخوه يا حسين قبرك وين؟ جيتك باليتامى قعدت لقانا يا نور العين تراني من السهر يا حسين ولا تشوف الدرب عيني. تقول زينب جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون. انت جاي لقبر الشهيد حامل شمعة وعقب باكر يجي قصار الفاتحة حامل وردة. تدري زينب شنو جابه؟ زينب جايبه الروس روس الأحبة. تقول جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العانة وراس حسين سمحوني تراها مكسرة. سلونا السلام على شهدائنا الأبرار. اللهم انتقم لنا ممن تسبب في قتل هذا الشهيد السعيد. نقرأ الفاتحة أيها الأحبة. الفاتحة.